السلام عليكم. فيديو اليوم بسوي رياكشن على السيت اب حقكم، وكمان بسوي على شخصين، فاستمر ارسلوا لي عشان كل فيديو اسوي على شخصين ويمكن ثلاثة. وقبل ما نبدا فيديو اليوم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب اذا كنتوا جديدين، ويلا نبدا. ليتوما أول شخص مفضل لي أنا هي تيدي. هي أول صورة، وزي ما أقدر أشوف الصورة يعني، بس أبغى أقول شيء قبل ما أعلق عن الأشياء اللي في الصورة. هو تيدي يعني في الليل يسكرون، يعني وقت النوم يسكرون القفص عشان يقدرون ينامون، عشان تيدي ما تقعد تأكل الأشياء بالغلط، وبس في الصباح بيخلونه مفتوح. يعني غرفة تيدي مرة مرة كبيرة، وهذا الشيء مرة أحبه، وكل شيء يعني زين. والحين بنروح على الأشياء اللي في القفص أو اللي في الغرفة. أول شيء عيني شافته هو السرير. Oh my god so cute. يعني اللي أقدر أشوفه إنه في 3 أنفاق، في Oh my god تنت صغير للتيدي مكتوب كذا اسم تيدي so cute، وفي قش كثير، هذا هو زين. والليتر بوكس مرة زين، في فوطة داخلته، في خشب في هذا عشان يقدرون يعني تيدي تقدر تسوي حمام بدون ما رجولها تصير صفرة، وعميق الليتر بوكس زين. وكمان في هذا مو بباتل للموية، بس في صحن، وهذا شيء مرة زين ومرة مهم للأرانب ما يصير تعطونهم الباتل. وفي كمان عشان تدي ما تعور رجولها في هذا فرشة كيوت ناعمة سو كيوت يعجبني. وهذا هو اللي في الصورة الأولى. اوكي هذه الثاني صورة، وفي الثاني صورة اقدر اشوف كثير اشياء كيوت. اول شيء شفتم هو الالعاب اللي حطتها على القفص كذا معلقتها، وعشان تدي تقدر تعضض، ما تعضض القفص، تعضض هذا الخشب كمان عشان تبرد اسنانها وما تحور اسنانها من الحديد. والحين زي ما شفت، الحين اللي شفته هو انه النفق خشب والسرير خشب، يعني مرة زين. وكمان عشان تبرد اسنانها، يعني في كثير العاب عشان تبرد اسنانها، وهذا الشيء مره زين. انا متاكده انه تيدي عندها احسن اسنان في العالم، ما شاء الله ما شاء الله، ولانه صاحبة تيدي اكيد مربيه في العالم. اليوم مرانبي مره زعلانين، ما ادري ليش، ايش اعطيهم؟ اقدر اعطيهم مكافآت بس ما عندي. مشكله. جدي فكرة، ما هي نختار أحلى شيء، متجر غابة الحيوان. هذا المتجر يوفر لكم كل شيء تحتاجون للأرانب، من القش للليتر بوكس لكل شيء، يعني مرة يعني كل شيء، حتى ألعاب للأرانب وعناية للأرانب، يعني كل شيء. الطلب يتم أونلاين عبر موقعهم، يوصلون لكل مناطق المملكة، والطلب يأخذ بالكثير يومين، يعني ما شاء الله مرة 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 سريعين. وكمان تقدرون تتواصلون معهم عبر الواتساب أو الإنستغرام، وهذا هو إنستغرامهم، حط لكم الرابط حقهم في الديسكريبشن بوكس، وعندي لكم كود خصم اسمه ليلي كله صغير زي ما تقدرون تشوفون، يخصم لكم 10%، والخصم هذا يطولي لين 1/9. طب بسرعه روحوا الحين اشتروا. والحين الشيء اللي بقى انه ننتظر، بص الطلب كذا بسرعه، يلا نروح نشوف. بس طلبي وهذه هي الأشياء اللي أنا اشتريتها الأرانب، يعني أرانبي مرة حبوها وأكيد حبوني أنا بعد.
شكرا متجر غابة الحيوان لأنكم وفرتوا لنا كل أشياء الأرانب، وأنكم خليتوا أرانب يحبوني مرة ثانية. شركتنا الثانية اسمها جنى. جنى إذا أنت قاعدة تشوفين هذا الفيديو، مرة شكرا إنك أرسلتي لي. جنى قالت لنا إنه أرنبتها 24 ساعة برا، والقفص تستخدمه عشان الليتر بوكس فقط. يعني هذا الشيء مرة يعجبني. جنى كوني متأكدة انه غرفتك باني بروف، انه ما تقدر توصل للأسلاك للأشياء اللي مو بزينة للأرانب. والحين خلينا نشوف ايش في الصورة. الشيء اقدر اشوف انه أرنبتك سو كيوت من سدحة، يعني مرة كيوت. الله اسمها بيلا زي أرنبت ده، ماي جاد سو كيوت. المهم اقدر اشوف انه في تانل تقدر تدخل وتقدر ترفع راسها تشوف ايش قاعد يصير. سو كيوت، ازرق ماي فيفرت كلر، احب اللون الازرق هذا عاجبني. وزين انه عندك مو واتر بوتل للمويه، بس صحن عميق للمويه، وكمان بعد صحن للاكل. والحمام مره زين، يعني مسويته زين، بس ايوه زين، كله زين، بس ما نقدر اشوف القش، بس اظنه في قش داخله، يعني اكيد في فرشة على دخول القفص مرة كيوت. وزي ما اقدر اشوف انه في لعبة خشبية في القفص، انا عاجبني كل شيء في هذا المكان. الحين خلينا نشوف الصورة الثانية. والحين في الصورة الثانية شايفين بيلا، يعني بيلا الحين واقفة على رجولها سو كيوت، زي البيلا حقتنا طول الوقت واقفة على رجولها. جانا بس شي بغيت اقول، انا لانه ما شفت قش في الليتر بوكس، اذا ما تحطين انف قش في الليتر بوكس حطي زيادة، لانه ما شفت فيه قش، فحطي كثير 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 قش، لانه الارانب كل يوم 24 ساعة دائما الى ما يموتون يحتاجون قش. هذه هي ملاحظتي الوحيدة عليكي، بس كل شيء ثاني مرة زين. وعجبني انه تخلين بيلا 24 ساعة برا. ويلا لا تنسون تشاركوني كمان عشان كل فترة اسوي رياكشن على شخصين. وشكرا تيدي وكمان جنى يعني وبيلا اكيد، يعني شكرا انكم ارسلتوا لي. ايميلي موجود في صندوق الوصف، اذا ما لكم نفس تروحون تشوفون صندوق الوصف في فيديو وين انا قلت الايميل حقي، انا ما اقدر اتذكر، بس هذا هو هنا الفيديو. وكمان في صندوق الوصف في مكتوب انستغرامي، وين احط كثير يعني اكثر صوري عني انا، بس كمان اكثر الصور مع الارانب. وكمان سناب شات صرت يوميا اصور يعني ايش اسوي دائما. بعد كذا بعض الاحيان طبخ، فلازم تشوفون ايش اليوم حطيت في سناب شات. كذا وصلنا لنهاية فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب اذا كنتوا جديدين، واشوفكم بعدين. I'm gonna go get some more.